أسعد الله صباحكم بالخير يا جمال المكان يا جماعة خير، وأشوفكم قاعدين ترسلون وين الموقع؟ شو اسم الموقع؟ وين الموقع؟ طيب بنزلكم اسم الموقع، بحط لكم بياناتهم، بس بعد ما تشوفون التصوير اللي صورتها الصباح شي يفتح النفس بمعنى الكلمة. هلا الشيخ، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ طيب. إيش أخبارك؟ خير. كيف النوم هنا؟ نيرانيا. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ طيب. إيش أخبارك؟ خير. كيف النوم هنا؟ نيرانيا. ما في جهاز ولا في شيء. ما في إيش؟ ما في جهاز ولا في شيء. مرة. يلا الحين نروح نفطر، نزبط العلوم. خوالك ذولي قاموا ولا ما قاموا؟ خوالك ذولي بسم الله يا أخي ما أدري كيف. قلت لك لا تأخذ معي ولا تأخذه. أنا استحي يا رجال، إيش سوي؟ استحي من أمك. استحي من أمي؟ إيه. عادي. شوية. أسحب عليهم هنا. من أمي أسحب علي. يا صباح الأنوار على الكل. صباح الورد السكر يا شيخ. الله يسعد الوجيه والله. كيف الامور معكم وكيف النومه؟ الامور على كيف كيف؟ الحمد لله. شيء لا تنشد. مبسوطين اهم شيء بس؟ الحمد لله. ماني مصدق اني بالسعوديه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكر الله تراني خاب ان عينك قويه نايف لا تجيب العيد. اقلب عجه الحين. ترى النماص قلب عجه الخيبه. الله يستر. طيب وش تبغون فطور؟ هات اللي تجيبه يا ابو حجر. وش فهمت؟ بتآمر وبس سم. يا ابو شكشوكه. عدس عدس عدس. عدس؟ فيه عدس، تبغى؟ ايوه نبغى. طيب نادر نادر. شكشوكه فيه؟ في فول وشكشوكه. وعدس وكله. بس خلاص 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 خلاص. وين رايح انت؟ لا 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 ارجع. ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية حبيبنا. الله يرضى عليك. الله يسعد الوجه والله. وين العدس؟ وشكرا شكرا على الذوق. قدامك العدس الشكشوك. يعطيك العافية حبيبنا أخونا من مصر. الله يسعد الوجه والله. شكرا على تعاملك الطيب. الله يرضى عليك. وشكرا على أنك حلفت علينا بتفطرنا. لا ده أكيد ما فيهاش كلام. أنا أقول لك شكرا بس عادة احنا نتفاهم بعد الفطور ان شاء الله. تمام. الله يسعد الوجه. الله يسعد وخيرك. الله يعطيك العافية. ما شاء الله ارنب هذا ما هو بلد. حلو خيار ما شاء الله. والله يا ابوي لذيذ صراحة يا ابوي. الله يخلف. الله يخلف علي وانا ابوك. اكلكم عراق. افطروا افطروا جعل بالعافية والله. عافيك كثر خيرك. والله ما هبيط هلعفة. عيال سموا ايش؟ انا افطرنا من اليوم سموا. اجل سم انت وكشميت؟ ايه واحد لازم يسمي قبل. كلام تعلمناه. ايش؟ بسم الله احلى كلام تعلمناه. من عند ربي تعلمناه. شاطر يا بحر. جاء البحر. بسم الله. تعشى الساعة كم؟ الساعة 8:30 الصبح. خلاص كفتنا بس. سميت شوف هذا كله كل هذه. قول بعيد. افطرنا عينا من الله خير اللهم لك الحمد والشكر والحين البحر يا بابا جلس. انت تقطع قلبي الحين نبنروح عندنا خيارين يا اما نجلس اخيرا خلنا نتكلم وهالحين عندنا خيارين اما اننا نجلس في موقعنا ولا نروح نستكشف المنطقه. نستكشف المنطقه. واللي يعرف مكانك حلو في النماص يعلم. نبى طلاله فخمه يمتابعين. والله نفسك هذا راي زين. يا عيال يلا يلا لحظه 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 تعال 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 بلعب مع بحر. يلا لا ولا يا بحر وش بك تنام معطيق الليل ليل رد انت يا ابويا والله طويلة والله هرقد. الله يا المكان
هذا تسلمكم الله ممشى الضباب في النماص. طبعا بنتكي هنا ونجلس شوي. المنظر ولا أحلى ولا أروع ولا أجمل وشي ضباب. ويا مساء المسك والضباب وانتم كذا ناضي. سلمكم الله هالمنتج مجموعة من مسك مكونة من 5 أنواع من إنتاج عبدون. طبعا عبدون اسم غني عن التعريف ومن أجود أنواع المسك الموجود في السوق. شهادتي في عبدون مجروحة من جهة دهن العود أو الأخشاب. هالمرة جايبين لكم مسك، مسك الهيل ومسك الطيب ومسك العود ومسك الزعفران ومسك النخبة. تعالوا خلونا نستعرضها سوا. بسم الله. ما يخص الجودة فهي جودة عالية جدا جدا ومناسب للاستخدام الشخصي وأيضا للإهداء في الباكج اللي انت تشوفه. شيء صراحة من رايحة يا جماعة خير ولا أروع. نكهات المسك طبعا مناسبة للاستخدام زي ما تعرفون بعد الترويش وبعد ما تتعطر خلال يومك، وعليها يا طوال العمر والسلامة ضمان ذهبي أكيد. يمكن العميل استرجاع، الشرط أنه الميل ما يلمس الجلد اللي هو اللي داخل المرود. طبعا السعر ب320 ريال سعر الباكج، لكن إذا استخدمت الكود اللي هو خاص فيكم أنتم BN يطلع لك الباكج يا طويل العمر والسلامة 140 ريال شامل كل شيء لين يوصل لك البيت. أما أنا بالنسبة لي طبعا الباكج والله جدا جميل ورائحته جدا جميلة وأنا أحب المسك، لكن أكثر شيء يعني لفت انتباهي من 5 أنواع اللي هي 2 دي. سلمك الله، مسك العود ومسك النخبة. جدا هالاثنين ولا أروع، يعني تقدر تقول انهم بالنسبة لذوقي انا شيوخ الباكج. حطيت لكم الروابط، الله يرزقنا ويرزقهم. منتج جدا بطل والضمان الذهبي يخدمك في حال طلبت وما اعجبك. لا تخلي الميل يلمس الجلد واسترجع فلوسك كاملة. دي وش يا بحر؟ دروع. وش بتسوي كده؟ تنحش. تنحش؟ قرد، قرد المسلق. الله يصلحك يا رب. انزل 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 انزل. شوف القرود يا ابوي، ركز ركز روح. كيف الجو؟ برتو برتو، لا تغلط على فخر. تسمع كيف فخر يقول؟ فخر انا ياكل ياكل راكب ما قال غير. الكلمه اللي تقول همس، الله يطني الله يطني. طبعا الجو برد علينا ورحنا واشترينا. عليكم السلام، هلا ومرحبا يا الغالي، حياك الله، الله يحفظ لك ان شاء الله، الله يحييك. تقاوم معنا، الله يحييك يا حبيبي. ورحنا واشترينا لهم كوتة سدريات، برد والله. بس يا ابوي والله اجواء اجواء.